بس يا سيدي هي دي حكايتي. بصراحة يا عبد عزيز أنا مش قادر أصدق. قصة غريبة مش كده؟ لا 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 خالص، مش قصدي على قصتك. أنا مش قادر أصدق الظروف اللي جمعتنا مع بعض يا عبد عزيز. ده أنا نازل أسبوع أجازة من دبي، عامل مقابلات انترفيو مع بعض المحاسبين المتقدمين لوظيفة مدير عام حسابات عندنا في الشركة. إيه ده يعني قصدك؟ أيوه أيوه يا عبد عزيز، هو ده اللي قصدي. أنا عارف أنا عارف أنت ضد مبدأ السفر، لكن الحالة اللي أنا شفتك فيها دي يا زيزو، زيزو رمز التفوق والنجاح، يشتغل سواق على عربية، لازم تاخد قرار السفر، مش بكرة، النهاردة، تمرو. أيوة ما ينفعش ده يا عبد عزيز. ها قلت إيه؟ أيوة يا باسم، بس يعني أنت عارف أنا بس هتقعد ترغي وقت. بص أنا ريحك، ده الكارت بتاعي، ها؟ في عنوان فرع الشركة بتاعنا هنا في القاهرة، عايزك تجيلي بكرة، today. لازم، الفرصة ما بتجيش للبني آدم غير مرة واحدة، one time، ودي فرصتك يا زيزو. ها أمشي أنا بقى. طب ما تستنى. طيب يا باسم أوصلك. لا 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 يا عد الشارع، وصلت يا زيزو، سلام عليكم. طيب باسم، الحساب بتاع القهوة مش أنت اللي عازمني؟ يا باسم يا رخم.